تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 67 طن في مجال حجب السلع استراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه فضلا عن ضبط قرابه 55 طن في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازياد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه فضلا عن ضبط 712 قضيه من بينها 5 54 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وذلك في مجال قضايا المخابز